المباراة مباشرة، لم يتردد في اتخاذ القرار. ولدينا هنا في الوقت الذي كنت أتغنى فيه عن ابن العراق، في الوقت الذي كنت أتغنى فيه عن ابن العراق، أمجد عطوان تأتي هنا الصورة على ابنها الآخر مهند علي وهو يتألم ساقطا في أرضية الملعب، يعاني من إصابة، وإني أخاف عليه من إصابة كانت قد راودته خلال الفترة الماضية وغيبته عن الملاعب لفترة طويلة. لم يبدأ أساسيا في المباراة الماضية، بل أتى بديلا وأحرز هدف المباراة الوحيد من جانب السيلية، وبالتالي في هذه يا الله يا مهند، مهند علي ميمي يترك أرضية الملعب وهو يشعر بانزعاج. سعد الصوان هو اللاعب القادم يأتي بديلا له في صفوف نادي السيلية. عليك أن تعلم يا مهند علي بأن مشاعرك الماضية يعني أشعر بها تماما يا مهند. الإصابة عندما تراود اللاعب وهو العائد من إصابة، أعتقد بأن الشعور متعب جدا. يا الله، مصطفى محمد يتحدث إلي ومهند علي يبكي، مهند علي يبكي، مهند الله 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 يا مهند لا تبكي يا مهند، وارفع راسك وارفع راسك عاليا يا مهند علي يا ميمي. فهذا هو الحال بالنسبة لكرة القدم ولظروفها ولأحداثها ولأوقاتها السيئة، وأنت تعلم تماما كما كانت لكرة القدم العراقية على المستوى الشعبي وعلى المستوى طبعا الجماهيري لكرة القدم العراقية التي عاشت الكثير من الأفراح في فترة ما. فعليك أن تؤمن تماما بأن كرة القدم فيه كذلك ما يكدر صفوة، فيها ما يكدر صفو اللاعبين والجماهير والعاشقين لهذا العالم الجميل، العالم الساحر، عالم كرة القدم. وعليك أن تؤمن تماما يا مهند علي بظروف الزمان وبتقلباته وبظروف كرة القدم وبقسوتها في بعض الأحيان. والله كرة القدم قاسية أحيانا. لاعب شاب متحمس جدا، غاب طويلا، عاد لفترة قصيرة الجولة الماضية، أشرك أساسيا في هذه المباراة، والآن تعاود ذات الإصابة وتجبر على أن يترك أرضية الملعب، ومع ذلك لم يتحمل فأجهش بالبكاء. يا الله، هكذا هو الحال بالنسبة لكرة القدم. على كل، الدقيقة 35، لكننا قبل أن نطوي هذه الصفحة أتمنى مخلصا أن لا تكون هذه الإصابة هي ذات الإصابة التي أبعدت مهند علي، وأن يعود سريعا مع أول تمرين لشواهين السيلية في بداية من يوم الغد بحوله تعالى. كرة هنا إلى خارج أرضية الملعب، الدقيقة 36. الرجل الذي أتى بهذه المنظومة للشمال هشام زاهد، أعتقد بأن قدم عمل مميز يا مهند علي. مهند علي اللاعب المتكامل، صاحب السن الصغيرة والرغبة الكبيرة والحلم الكبير والبنية الجسدية الرائعة وصاحب العقلية الفذة، وعقلية اللاعب العراقي دائما رائعة وطبيعة اللاعب العراقي دائما شرسة. لم أشاهد يوما لاعبا عراقيا متهاونا في أرضية الملعب، دائما شرسين في أرضية الملعب. وأعتقد بأن مهند علي واحد من أكثر الأسماء التي طبعا تجيد ذلك. لدينا هنا كرة ولدينا الخطأ الموجود لمصلحة نادي السيلية على أمجد عطوان. تدخل أمجد، تدخل